احنا في جامعه الدول العربيه قطاع الاعلام والاتصال بنعتزم اعلان الفتره من 2015 ل 2025 عقدا عربيا لمنظمات المجتمع المدني، وعندنا اجتماع خبراء يوم 25 و26 جون. احنا هنعمل على بلوره الورقه المفاهيميه الاولى للعقد، احنا اللي عملناها، وهذا الاجتماع سيتم بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي ووحده المراه في الامم المتحده. هنشتغل على ان احنا نعمل بروجكت كبير جدا بنعتزم تقديمه لمنتدى منظمات المجتمع المدني الذي سيعقد على هامش القمه الاقتصاديه والتنمويه الاجتماعيه في تونس 2015. وهذا العقد ان شاء الله بعد ما يعتمد من هذه القمه سيساهم في تدعيم وتقويه منظمات المجتمع المدني في الدول العربيه، وحيقوي من مشاركتها في عملية التنمية في الدول العربية إن شاء الله.